أرسل هذا الصباح مهاجم فريق FC برشلونة لويس سواريز إلى مدينة طنجة ليقضي إجازة من عدة أيام في المغرب رفقة عائلته. وقد وصل سواريز إلى مطار المدينة على متن طائرة خاصة. يذكر أن سواريز تعرض أمس للإصابة في الدقيقة 37 في المباراة التي جمعت فريقه مع فريق بلباو وانتهت بفوز الأخير بهدف من دون مقابل. وقد أكدت لنا مصادرنا الخاصة أن الطبيب فرض عليه راحة لثلاثة أسابيع.